طبعا هذا المؤتمر جاء على خلفية صدور قرار رئيس ديوان المحاسبة رقم 361 لسنة 2014 بشأن وضع إجراءات استثنائية للرقابة على الحسابات العامة. أسباب صدور هذا القرار أن هناك خطرا حقيقيا قد يقع على المال العام إذا لم تتخذ إجراءات استثنائية في هذا الوقت بالذات. هناك ازدواج في السلطات، هناك عدم وضوح للاختصاصات، هناك تسيب إداري كبير جدا وواضح، هناك مؤسسات لا تعمل سواء على مستوى الإدارة العليا أو المتوسطة أو حتى على مستوى الموظفين. المسؤولين جزء كبير منهم خارج البلاد يمارس مهامه من خارج البلاد، وهذا في الحقيقة يمثل خطرا حقيقيا وواقعيا، ليس على عمليات مخالفات أو تجاوزات بسيطة، بل قد يؤدي إلى تحويل أموال وبمبالغ كبيرة جدا لحساب أشخاص أو جهات سيسبب تحويلها ضررا كبيرا لاستقرار الدولة الليبية. ما طرحته ليس استشعارا أو توقع، بل هو حقيقة ملموسة بالأرقام. هناك قصور في الحكومات السابقة، هناك عدم اهتمام وعدم ولا مبالاة من بعض المسؤولين. وزارة المالية تقديراتها التي قدمتها للمؤتمر الوطني العام في بداية هذه السنة كميزانية تقديرية وردت فيها أن البواقي في سنة 2013 بواقي الحسابات هي 8 مليار دينار، بينما تكشف للديوان من خلال مراجعة مستندية مثبتة أن البواقي بلغت 13 مليار دينار، أي بفارق 5 مليار دينار. لم يعرف أي حسابات موجود فيها هذه المبالغ، ولا كيف ستصرف، وهل صرفت أم ستصرف في المستقبل. إجمالي الإيرادات الحقيقية التي حققتها الدولة الليبية من 1/1/2014 إلى 31/8/2014 هي 11 مليار دينار، بينما المبالغ التي صرفت وأنفقت فعلا هي 27 مليار دينار، أي بعجز فارق 16 مليار دينار. يعني في عجز من 1/1/2014 إلى 31/2014 قيمته 16 مليار دينار. هذا المبلغ كبير وكبير جدا، سيستنزف تقريبا كل المبالغ المسمى مجنب. المخصص للوقود في ميزانية 2014 هو 7 مليار دينار، ما تم إنفاقه حتى 31/8 تقريبا هو نفس المبلغ، أي ثلاثة أرباع السنة أنفق فيها كامل المبلغ المخصص لدعم الوقود. وبالتالي نحن أمام عجز في مخصص واحد وهو دعم الوقود تقريبا 2 مليار دينار سيتم دفعها خارج المخصصات، وتحتاج طبعا إلى صدور قانون أو معالجة معينة بين مصرف ليبيا المركزي والسلطة التشريعية. النقطة الأخرى الأدوية، دعم الأدوية، ما تم إنفاقه حتى الآن 500 مليون دينار 31/8، الكلام هذا حتى 31/8، أي تم إنفاق ما نسبته 73%. السؤال هنا هو المشاكل التي تعانيها المستشفيات والمراكز الطبية والمدن والمناطق من نقص في الأدوية. أين صرفت هذه المبالغ 500 مليون دينار؟ لدينا مستندات وإثباتات أن هناك هدر يحصل في هذه البنود والمخصصات المهمة للمواطن. عدم تفعيل الموازنة العامة لسنة 2014 هذا كان سببا رئيسيا في هذا الهدر وفي هذه المشاكل المالية. إذن ديون متراكمة على الموازنة العامة وعلى الدولة الليبية حتى 31/8 قيمتها 16 مليار دينار، وما زال نعتقد أن قيمة العجز والدين سيزيد طبعا في الأيام القادمة. ورد لديوان المحاسبة عقود قيمتها 12 مليار دينار خلال سنة 2014 فقط للموافقة، وهذه العقود تتجاوز قيمتها العقد الواحد 5 مليون دينار. أما العقود التي أقل من 5 مليون دينار فلا ترد إلى ديوان المحاسبة، وبالتالي فإن المبلغ أكبر من 12 مليار دينار، قد يكون الضعف على ما أعتقد. في حين أن المخصص لهذه العقود في ميزانية 2014 هو 4 مليار فقط، أي بفارق 8 مليار دينار. وهنا نستشعر أن الحكومة تشتغل بدون خطة وبدون حدود للإنفاق، إضافة إلى أن هناك التزامات على التعاقدات قديمة قبل ثورة 17 من فبراير قيمتها 105 مليار دينار. طبعا ديوان المحاسبة، وأنا أتكلم من منطق المسؤولية،
تكشفت له الكثير من عمليات الفساد والهدر للمال العام، والأمثلة كثيرة جدا. كانت الجهات التنفيذية من فترة سنة تقريبا تبرم العقود وتتم عملية الحوالات للخارج، وتنفذ العقود بالمخالفة لقانون ديوان المحاسبة ودون الموافقة المسبقة منه. عندما تبين لنا هذا الأمر، وبالتحديد أعتقد في نهاية سنة 2013، وجهنا خطابا لمصرف ليبيا المركزي ولمصلحة الضرائب، وطلبنا فيه عدم إتمام أي إجراءات تحويل لمبالغ مالية إلا بعد موافقة ديوان المحاسبة. وبدأت تحال إلينا كل الحوالات، فاكتشفنا الكثير والكثير من عمليات الفساد وعمليات مزاولة المهام خارج الاختصاص. على سبيل المثال، تم إيقاف حوالة قيمتها 197 مليون لشركة رأس مالها 1000 يورو في بريطانيا، والأسماء أصحاب هذه الشركات هم أسماء غير معروفين، وهناك شبهات أنهم قد يكونوا منتمين حتى للنظام السابق. هناك تجزئة كبيرة في العقود وتوريد أسلحة بكميات كبيرة جدا، والتكليفات من أشخاص غير مخولين بالتوقيع. تم هذا جزء منها تم توريده، وجزء كبير منها تم إيقافه من ديوان المحاسبة. وللأسف هذه الأسلحة تم استخدامها للاقتتال بين الليبيين، وليس لحماية الحدود، وليس لمحاربة عدو خارجي. كل هذا طبعا دفعنا إلى ضرورة اتخاذ إجراءات استثنائية حفاظا على المال العام وقياما بدورنا الذي حدده القانون. هذا القرار ينطبق على كل الجهات التنفيذية ولا ينطبق على السلطات التشريعية، باعتبار أن السلطات التشريعية لا تخضع لرقابة الديوان، حساباتها خارج رقابة الديوان. وبالتالي وجه هذا الخطاب لكل المصارف، بداية من مصرف ليبيا المركزي وكل المصارف الموجودة، إضافة إلى مجلس الوزراء والوزراء والمكاتب والوحدات وكل ما هو خاضع لرقابة الديوان، باستثناء الشركات الإنتاجية، باعتبار أن العملية الإنتاجية عملية معقدة ولا تستحمل التأخير، فاستثنينا الشركات الإنتاجية مثل شركات النفط وغيرها. طلبنا منهم عدم تحويل أي مبالغ أو صرف أي مبالغ، باستثناء المرتبات أو المصروفات التي لا تتجاوز قيمتها 200,000 دينار للمعاملة الواحدة. هذا الإجراء من شأنه أن يخفف من عمليات التزوير والاختلاس التي تحدثت على جزء بسيط وبسيط منها، من خلال مراجعة الديوان لهذه العمليات قبل إتمامها وأثناء إتمامها، ونسميها احنا طبعا مراجعة مصاحبة للعمليات. هذا القرار اتخذ في مقر الديوان وبحضور المستشارين والمدراء العامون الفنيون كلهم، لم نجد معارضة من أي شخص من هذه الإدارات ومن هؤلاء المستشارون، بل بالعكس رأوا أن هذا القرار هو قرار مهم ويجب أخذه في هذه المرحلة بالذات. وبالتالي أوجه لهم الشكر جميعا، وأشدد على ضرورة أن نحافظ على حيادية ومهنية عمل أعضاء الديوان، وأطلب من كل أعضاء الديوان في الإدارة العامة وفي الفروع أن يمارسوا مهامهم لتنفيذ هذا القرار ووضعه موضع التنفيذ، خدمة لهذا المجتمع ولهذه البلاد التي تحتاج منا اليوم الكثير والكثير، وتحتاج منا التضحيات وبذل الجهد المضاعف. كما أوجه الدعوة إلى كل الجهات بدون استثناء إلى مساعدة لجان الديوان في تنفيذ مهامها هذه، وأشدد على أن أي جهة تتخاذل أو تقوم بأي إجراء مخالف لهذا القرار ستحال للجهات القانونية لتطبيق القانون. وأطلب من الجميع سواء كان مواطنين أو إعلاميون أو غيرهم أن يبتعدوا عن الكلام الفضفاض، فأعضاء الديوان وموظفوه لديهم الكفاءة والقدرة والوطنية، ولا يمكن في الطعن في قراراتهم أو تقاريرهم بمجرد كلام إعلامي فضفاض سواء كان من شخص مسؤول أو من شخص عادي في الشارع، بل يجب الطعن في قراراتهم من خلال مستندات ومن خلال المؤسسات المعنية وهي القضائية، النائب العام والمحاكم، وأن يبتعدوا عن التشكيك
لأن الديوان يمارس مهامه بكل جدية ومهنية. حفظ الله ليبيا وبارك الله فيكم، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أي سؤال تم؟